البطولة دي علمتنا شيء مهم جدا لازم تحطه قدام عينيك دايما في كرة القدم، انه الشغل والتخطيط والرؤية دايما لازم توصلك لحاجة. مفيش حاجة اسمها منتخب كبير ولا منتخب صغير. حد كان يتخيل قبل البطولة ان منتخب الجزائر او منتخب غانا هيركبوا الطيارة بدري بدري، وان الرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية مكملين لا وظاهرين بشكل ولا أروع؟ حد كان يتخيل ان نجوم بحجم وبقيمة على مستوى الأندية والمسيرة الاحترافية والقيمة التسويقية، رياض محرز، بونجاح، أندري آيو، قدوس، اسماء تقيلة جدا، تبقى بتركب الطيارة ومنتخبات. اعتقد انه مفيش حد ممكن يكون حافظ او عارف اسم لعيب، ولو عارف اسم اللعيب ده ممكن يكون بيلعب فين، عشان نبقى متفقين. مكملين في البطولة؟ اه وارد، لان كرة القدم عموما زيها زي اي حاجة في الدنيا، محتاجة إدارة، محتاجة رؤية، محتاجة شغل. الأسماء وحدها لا تنفع. خلينا نفتح ملف أمم أفريقيا ونشوف إيه التفاصيل اللي معانا. قبل ما استعرض مشوار منتخب مصر والفرص بتاعة المنتخبات اللي هتتأهل، عندنا النهاردة أربع مواجهات حاسمة. خلينا نطمنكم على المنتخب الأول. نمرة واحد، طبعا أنت فقدت اتنين من أهم اللعيبة. تتفق تختلف على مستواهم، تتفق تختلف على إسهاماتهم مع المنتخب، دي قصة، ده شيء، وعلى الورق شيء تاني خالص. تتكلم على محمد شناوي وعلى محمد صلاح بالألقاب، يعني لو بتتكلم على المستوى الاتنين فازوا بالأفضل على مستوى قارة إفريقيا. محمد صلاح أفضل لاعب على مستوى القارة، ومحمد شناوي أفضل لاعب على مستوى القارة على مستوى اللعيبه المحليه. فبالتالي الاثنين دول ورقتين كانوا في منتهى الاهميه، طبعا نتمنى السلامه، صلاح طبعا على تواصل مع الجهاز الطبي وسافر انجلترا، والشناوي سافر المانيا. ومناسبه حراسه المرمى، خليني اقول لكم الاخبار اللي جايه، الاولويات بتاعت فيتوريا على مستوى التفكير في ملف حراسه المرمى ان ابو جبل يكمل المسؤوليه. نفس السيناريو بتاع بطوله الكاميرون الاخرانيه، برده كان الشناوي تعرض لاصابه وكمل ابو جبل الرحله ووصل معانا للنهائي. بعد ابو جبل في يعني تفكير فيتوريا هيكون محمد صبحي، ومن وراهم احمد الشناوي. عايز اتكلم شويه، معلش، هي صفقه يمكن جت في توقيت صعب، ولسه كان حقيقه يمكن فاروق وهو بيكلمنا في الامارات دلوقتي على وسام ابو علي، اتمنى طبعا، الولد امكانياته كويسه جدا، بس لسه لم يعني يتعرض لاختبار حقيقي تقدر جماهير النادي الاهلي انها تقيمه على اساسه، لكن ان شاء الله اتمنى له التوفيق. اولي نيلسون المدير الرياضي السابق لنادي فانسي سال الدنماركي، ده اول نادي او النادي اللي لعب فيه وسام ابو علي قبل ما ينتقل.